مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. شارك رضا الوهابي بوستر لأغنيته الأولى اللي راح تنزل اليوم بعنوان يلا، من بعد مشاركته لكواليس تصوير الفيديو كليب وتسجيل الأغنية وتسريبه لمقطع قصير من الأغنية في الأيام السابقة. شاركت ناني البيوتي ستوري لموعد غرامي مع أخواتها البنات قبل ما يغادروا دبي. جايز طالعة اليوم موعد غرامي، صار لي فترة منيحة ما عامل هالشي، سو حسيت انه عن جد انا بحاجته، سو عم فكر فرجيكم مين معي. شو رأيكم؟ اوكي، واحد اثنين. ام السوس ام الشوش شرشبيل سلطعون. اطلت نور ستارز مبارحة على المتابعين بلوك الهالوين واللي كان مكياج غريب ومخيف وفستان من ستايل اسباني، حيث انتبه الجمهور أن الفستان هو نفس الفستان اللي أطلت به نارين بيوتي بصورة على حسابها على انستغرام من قبل. هل عجبكم لوك نور ستارز بالهالوين؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.